الطبعة الأولى في قناة دريم من العاصمة النمساوية فيينا في صحبة سعادة الدكتور محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الحائز على جائزة نوبل للسلام. أهلا وسهلا بحضرتك ونورت دريم في مكتب حضرتك. أهلا بك يا أحمد، وأنا سعيد أن أظهر معك النهاردة على البرنامج الطبعة الأولى بتاعك. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك يا سيدي. دكتور بردعي، في البداية من تقاليد برنامج الطبعة الأولى أنه يبدأ من الماضي وصولا إلى الحاضر ثم استشراف المستقبل. نقطة الماضي المثالية ثورة يوليو 52 وحضرتك في سن العاشرة، كيف ترى الثورة وما جرى بعدها؟ بالطبع يعني أنا كنت طفل عندي 10 سنوات، أتذكر يوم قيام الثورة، وكنت مع عائلتي في رأس البر بنصيف في هذا الوقت. كان هناك شعور بالسعادة عندما قامت الثورة، لأن كان هناك إحساس طبعا أن مصر ما كانتش تسير على الطريق السليم، وأن كان هناك في العديد من الإصلاحات التي يجب القيام فيها. كان هناك حديث عن الفساد السياسي، كان هناك حديث عن الإقطاع، كان هناك حديث عن الفئات الكثيرة المحرومة. الديمقراطية في ذلك الوقت يعني لم تكن، ولو أنها كانت متقدمة كثيرا عن طبعا كافة العالم النامي، إنما لم تكن بما كان يطمح إليه المصريين في هذا الوقت. كان هناك شعور بالسعادة كبير عندما قامت الثورة، وكانت طبعا مبادئها الأساسية مبادئ كلنا نلتف حولها من سنة 52 حتى الآن، اللي هو بناء حياة سياسية ديمقراطية، بناء جيش قوي قادر، إن وجود اقتصاد مصري قوي ومستقل، كلها هذه يعني حرية الإنسان، تقدم الإنسان، دور مصر كدولة رائدة في المنطقة، كلها كانت بالطبع طموحات وأمال لا يختلف عليها اثنين. إنما للأسف حصلت نكسات كثيرة منذ 52 حتى الآن، نكسات للأسف أصابت مصر في مقتل في كثير من الأحيان، منها حرب 67 والتي في اعتقادي أننا لم نقم منها حتى الآن. لكن لا تزال ترى أن 67 ما تزال قائمة أو جاثمة على 67 صدرها. يعني كانت ضربت مصر في مقتل، وما زالت أثرها حتى الآن. يعني من يتحمل مسؤولية 67 دكتور بردعي؟ بالطبع قائد الثورة الرئيس عبد الناصر والمحيطين به. هذه يعني حرب دخلنا فيها أو استدرجنا إليها، كان يجب أن يكون هناك يعني نوع من اليقظة ونوع من التنبؤ. وهذا يجرني إلى مسألة أخرى، أن عندما يكون هناك لم يكن هناك نظام ديمقراطي في هذا الوقت، بالعكس كان هناك نظام مستبد. عندما كان إنما تكون هناك نظام ديمقراطي، برغم أن الديمقراطية بطيئة ومعقدة، إنما تضمن في نهاية المطاف أن لا يأخذ شخص واحد قرار قد يؤدي بدولته إلى التهلكة، وفي ذلك وتضمن في ذلك كذلك الديمقراطية أن من يتولى أمور الحكم هم أهل دراية، وليس كما يطلق عليهم في هذا الوقت أهل الثقة. أهل الثقة. كانت بالطبع طبع هذه أحد الأخطاء القاتلة التي قامت، وترتبت عليها طبعا قبلها وبعدها. يعني هي ثورة حرب 67 كانت نتيجة سوء إدارة، نتيجة نظام تسلطي، نتيجة عدم إشراك الشعب في إدارة أموره، في كل هذا كانت نتيجة بالطبع ما حدث في الجيش وعدم التدريب اللازم، عدم رؤية وفهم للعالم الذي يحيط بنا. ترتب عليها أخطاء وتداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية ما زلنا نمر بها حتى اليوم. كذلك الأمر الآخر طبعا كذلك ضرب مصر لمدة طويلة، إن عندما قامت مصر باتفاقية السلام بدون أن يشارك فيها هذا العرب، وانعزلت مصر كذلك لمدة 10 سنوات عن عالمها العربي، عن محيطها الإقليمي، عن يعني مركز ثقل بتاعها. في رأيي هاتين كان يعني خطأين، يمكن أكبر أخطاء ارتكبتها الثورة إذا اتكلمنا من الناحية لما 67 67 والصلح المنفرد. بدون الصلح ليس في ذاته طبعا هدف، والسلام لابد أن شيء لابد أن نسعى إليه، إنما كيف تم إخراج هذا وكيف تم بمعزل عن العرب. يعني كان لابد دائما أن نفهم أن لن يكون هناك سلام في المنطقة
بدون أن يكون هناك سلام شامل. ما نراه في مصر اليوم صحيح لدينا ما يطلق عليه سلام بين إسرائيل ومصر، إنما ليس لا يمكن أن يدعي أي شخص أن نحن نعيش في مرحلة سلام. نحن العالم العربي الآن والمنطقة تعيش في أسوأ ظروفها منذ يتذكر الإنسان. توجهات الثورة كانت توجهات طيبة من ناحية السياسة الخارجية، التضامن عربي، القومية العربية، وهذا يذكر للرئيس عبد الناصر، أحيا فكرة القومية العربية، التواصل مع أفريقيا، التواصل مع الدول الإسلامية، دول عدم كل هذا من ناحية المبادئ كان مبادئ ولا زلنا إلى اليوم نحتاجها ونتفق عليه. إنما طريقة التنفيذ كانت للأسف لم يصيبها التوفيق في كثير، ويعود هذا في رأيي الأول إلى غياب النظام الديمقراطي، تطبيق مبادئ الثورة في الداخل. البعض ربما يرجع ذلك دكتور بردي مش فقط إلى غياب النظام الديمقراطي، إنه ممكن يرجع إلى ضغوط إقليمية ودولية منعت الرئيس عبد الناصر من أن هو يعمل النهضة المطلوبة. كانت بالطبع دائما كانت ضغوط هناك يا أحمد، وستكون هناك ضغوط في المستقبل، هذا يعني لابد أن نفهم دائما. ونحن كذلك في العالم العربي والعالم ومصر دائما ننظر إلى أنفسنا كضحية، دائما ننظر إلى أنفسنا أننا جزء من مؤامرة دولية، قد يكون أن هناك معايير مزدوجة، كل هذا صحيح. وأنا دائما أرد على هذا، لابد أن نكون قادرين ويقظين على تفهم ما يدور حولنا وأن نتغلب على هذا. لن يدافع أي دولة أو شخص عن مصالح مصر أو مصالح العالم العربي أو مصالح العالم الإسلامي ما لم ندافع نحن عن أنفسنا. لا، أنا لا أدعي أن لم تكن هناك ضغوطات ولم تكن هناك مؤامرات، كل هذا، لكن هذه طبيعة العمل، هذا طبيعة العمل. إنما لو كان هناك الشعب المصري في هذا الوقت جزء من يحس أن هذا وطن وأنه جزء من إدارة هذا الدولة، يمكن ما كانتش انتهت الأمور إلى ما انتهت إليه. يعني عندما تدخل دولة في حرب، وأنا طبعا هذا أمر يعني أتمنى دائما ألا يتكرر في أي دولة وفي أي مكان، عندما يدخل الإنسان في الحرب لا يدافع عن فكرة مجردة، وإنما يدافع عن وطنه الذي يحبه، عن أهله، عن منزله، عن حياته التي هو سعيد به. في 67 كما رأينا كانت هناك انفصال بين الشعب وبين 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 نظام الحكم. يعني أنا أبدأ دائما يا أحمد من أن ما لم نمكن الإنسان ونعطيه الحق في الحياة الحرة الكريمة، لن يكون هناك وطن قوي وقادر، ولن يكون هناك مجتمع في سلام مع نفسه. فيعني أنا لا أود أن بالطبع أن أقيم الثورة، إنما ما أستطيع أن أقول كانت هناك أخطاء لابد أن أعترف بها. لكي نبدأ إلى الأمام لابد أن نعترف أننا انفصلنا عن الطائرة التقدم، تخلفنا عن موكب الحضارة، وأنه لابد أن نعترف بأخطائنا حتى نستطيع أن نسير إلى المستقبل. لدينا كافة الإمكانات التي تمكننا من أن نسير إلى المستقبل وأن نكون دولة قوية وقادرة ومتقدمة وحرة، وإنما هناك الكثير من المقاومات التي يجب أن نقوم بها. ما طالما استمرينا فنقول نحن كنا خير أمة أخرجة للناس وأننا ليس في الإمكان أحسن مما كان، سيستمر عملية الانفصال بين واقعنا وبين العالم المعاصر.